فقرة ضيف الصباحيات. الحديث اليوم عن الشباب المغاربة المتوجهين إلى الخارج طلبا للدراسة. اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا القول المأثور يجد تمثله في الشباب المغاربة الذين اختاروا التوجه إلى بلدان أخرى للدراسة والبحث. وقبل شهور قليلة أعلنت الوكالة الفرنسية للنهوض بالتعليم العالي أن عدد الطلبة المغاربة في فرنسا يتصدر عدد الطلبة الأجانب، وهو أمر ليس بالغريب، فمنذ القرن التاسع عشر هاجر مغاربة من شتى المستويات الاجتماعية إلى المشرق والمغرب طلبا للمعرفة والتحصيل العلمي. حول البعثات العلمية المغربية إلى الخارج نخصص فقرة ضيف الصباحيات، ومعنا زميل محمد أحمد عودة الذي نستضيفه مباشرة معنا اليوم. أستاذ محمد مرحبا بك. مرحبا حسام، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام. إذن السفر من أجل العلم هو عادة مغربية قديمة أستاذ محمد. نعم، فطلب العلم عند المغاربة ليس جديدا وليس مرتبطا فقط بحداثة النظم التعليمية. نعم. هو منذ القرن التاسع عشر كانت هناك العديد من البعثات العلمية. قبل ذلك كانت هناك رحلات لأفراد كتبوا ودونوا مجموعة من المشاهدات والملاحظات، على رأسهم ابن بطوطة مثلا. نعم. فرحلة ابن بطوطة كانت في عمقها رحلة علمية، سجلوا ودونوا ملاحظاتهم وأعراف البلدان التي زاروها ونقلوا بعض من تلك المعارف إلى المغرب. بعد ذلك ستظهر البعثات العلمية بشكلها الرسمي. حسام، طيب أستاذ محمد، ما هي أولى الرحلات الرسمية التي يمكن من خلالها أن نقول أن الرحلات العلمية انطلقت فعلا في المغرب؟ لقد كان حسام للسلطان العلوي الحسن الأول رؤية نافذة وبصيرة، حيث نعم. أدرك أن إصلاح أحوال البلاد لن يتم إلا بوجود نخبة من العلماء ونخبة من الباحثين، ولذلك أرسل عددا كبيرا من البعثات العلمية. كان الحسن الأول هو رائد هذه الأفكار ورائد هذه الرحلة. نشاهد هذا كتاب نعم. للدكتور جمال جير حول البعثات التعليمية في عهد السلطان جمال حيمر. في البعثات التعليمية في عهد السلطان مولاي الحسن كانت هناك 7 بعثات علمية، أولاها توجهت إلى مصر لدراسة هندسة السلاح، ثم بعد ذلك توالت البعثات إلى أوروبا لدراسة الهندسة والرياضيات، طبعا العلوم التي لم تكن متوفرة في جامعة القرويين كان لابد من السفر لتحصيلها. طيب، وذكرت منذ قليل بعثة الحسن الأول، يعني بعد هذه البعثة أستاذ محمد هل كانت هناك ربما بعثات أخرى مهدت لظهور نخب مغربية؟ بالتأكيد حسام، نحن نعلم أن عهد السلطان الحسن الأول انتهى سنة 1894، بعدها تولت البعثات العلمية، ولكن غالبا كانت هذه البعثات موجهة إلى المشرق، أبرزها بعثة تطوان التي قادها المكي الناصري والتهامي الوزاني نحو تطوان، حظوا باستقبال رئيس الوزراء المصري أنذاك مصطفى النحاس باشا، وتسجلوا في جامعة الأزهر وجامعات أخرى منها جامعات الفلك والهندسة والحساب. هذه البعثة هي التي شكلت فيما بعد نخبة مغربية قادت الحركة الوطنية. إذن هناك بعثات توجهت إلى أوروبا لدراسة العلوم الحقة، وبعثات توجهت إلى المشرق لدراسة العلوم الإنسانية. حسام، نعم، وهذه الأرقام وكل هذه التوضيحات يعني تدل على أن الشباب المغاربة فعلا هم من الشباب كذلك المتفوقين دراسيا في الخارج. أستاذ محمد، بالتأكيد. نعم. حسام، نحن نتحدث قبل قليل في تقديمك في استهلالك ورد إحصائية في فرنسا. نعم، إحصائية نعم. وكالة التعليم العالي في فرنسا التي تقول إن الطلبة المغاربة هم أكثر من الطلبة الصينيين في فرنسا. نعم. طبعا وهناك طبعا شهادات لبروفيسورات في السوربون تشهد بنجابة وتفوق وذكاء الطالب المغربي. طبعا التأثر بالمشرق ظهر فيما بعد على 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 مستوى النخب المغربية. هناك الكثير من الأسماء التي تكونت في العراق وسوريا ومصر وحملت معها هذه المعارف وشكلت فيما بعد نخبا تالية. إذن هناك تواصل للأجيال العلمية في هذه البعثات، وهؤلاء الشباب هم أطر المستقبل الذين يمكن أن يخدموا وأن يعني يقدموا الكثير للمغرب. بالتأكيد، رغم أننا نعاني من هجرة الأدمغة حسام، إلا أننا متفائلون بالأفق، ونحن متفائلون أيضا بمواضيعك أستاذ محمد أحمد عودة رئيس تحرير بهيئة الأخبار بقناة ميديان تيفي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات القيمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حسام.